الاخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات بالقبل. كما تشوفوا اليوم ماشي ما عنديرش لكم روتيني اليومي حيت ما تنديرش في هذا المحتوى. اليوم غادي ندويو على واحد السفاح عرفته اوروبا، كان سميتو جاك لو فونتور. هذاك السفاح عاش في لا بيريود فيكتوريان، ولا بيريود فيكتوريان هي لا بيريود اللي عاش فيها الملكه فيكتوريا اللي حكمت في انجليز. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عنا بواحد لايك وتعاونا في لاشين باش نديرو لكم محتوى في المستوى. ونبداو الفيديو دابا الاخوان وتشويه. سمحوا لي بغيت نقول لكم بلي هذه القضيه هذه بلي تضرب الرمان لا ماشي خرج لهاد المسائل ما كنتش عارفها افون، ودونك بغيت نبارطاجها معكم. بيتيت نتوما عارفينها كاملين، انا ما يلا عرفتها هاد النهار هذا. دونك نسالم الروتينات وندخلوا في السوجي. اوكي الاخوان، اليوم غادي نديكم لندن في اواخر القرن 19 باش كانت في الاحياء الصناعيه، باش كانت هذيك الضبابه ديال لا بوليسيون ضربه في لندن بريسك لا بارتي كامله ديال ليست ديال لندن. وتماك فين كان هذاك جاك ليفونتور اللي دار لي كريم ديالو. ولكن قبل ما ندخلوا في هاد المسائل كاملين خاصني نشرح لكم كيفاش كانت لونجلتير في هذيك الساعه. لندن في هذيك الوقت كانت اول عاصمه في العالم اللي فيها واحد الاكتداد سكاني كبير بزاف، كانوا بزاف الناس ساكنين فيها، وهذا كان ناتج على الهجره ديال بزاف ديال لي زيترونجي اللي جاو دخلوا فيها حيت كانت لاندستري طالعه بزاف. وكانت ايضا اول قوه صناعيه في العالم واكبر امبراطوريه اللي عندها المستعمرات في العالم كامل. كانوا تيقولوا بلا لونجلتير عمرها ما تتغيب عندها الشمس حيت عندها المستعمرات في العالم كامل، فيما تتشرق من شي بلاصه تتغرب في بلاصه اخرى اللي فيها مستعمرة إنجليزية. لندن كانت واحد المدينة حديثة بزاف تري مودرن، ولا جينا نقارنوها مع دوك الدول الاخرين بحال فرنسا اللي كانت هي عندها مستعمرات، كانت لندن متقدمة عليهم بزاف كسوا او نيفو اندستريال كسوا او نيفو اركيتكتورال. دونك لندن كانت واحد لو جويو ديال لوروب. ولكن كل هاد الحضارة والتقدم والازدهار هذا ما منعش باش تكون واحد الجانب مظلم بزاف في المدينه، فيه بزاف ديال الفقر، واللي زاد على الفقر هي اللي بدات الهجره للندن منين جاو فيها ليزيرلوندي وليجويف. كلهم هاد الفقراء هادو كانوا تيتراكموا في واحد الاحياء ضاربه البؤس بزاف، جات واحد البلاصه سميتها لو ايست اند. ما تيمشوش ليها الطبقه البرجوازيه اللي كلهم كانوا ساكنين في لوبوزي ديال لا فيل اللي سميتها الويست اند. لندن كانوا فيها لوزينات بزاف حيت الانجليز كانت هي الاصل ديال الثوره الصناعيه اللي كانت في اوروبا. وكما تعرفوا هذيك الوقت ما كانوش هذوك لي نورم ديال دابا ديال لي نورم اونتي بوليسيون، يعني لوزينات كانوا خدامين 24 ساعه على 24 ساعه بهذاك الفحم الحجري يعني بالشاربون، وتطلقوا هذيك لا فيمي كحله اللي تطيح في المدينه كامله. دونك تيولي كلشي كحل بهذيك الغبره ديال الشاربون اللي تطيح فوق الارض. وزيد على هذا الشيء الرطوبه ديال لا تاميز اللي هو الواد اللي قاطع لندن، رجع الاحياء الصناعيه عايشه في واحد الضبابه كبيره العام كامل اللي ما تتخليكش تشوف اكثر من 10 متر قدامك. وفي وسط الضبابه والظلمه والبؤس والفقر اللي كانوا عايشين فيه الاحياء الصناعيه في لندن، بان واحد الشخص اللي عطى المفهوم ديال الكلمه سيريال كيير ولا تيور اون سيري عند البوليس. هذا الشخص سماته الصحافه جاك ليفونتور. كلشي غيبدا في 31 اوت 1988. ميري ان نيكولز كانت اول ضحيه ديال جاك ليفونتور. الفقر والبؤس خلاوها تمتهن الدعاره وتبيع الجسد ديالها كما بزاف ديال المراوات اللي كانوا عايشين في هذيك المنطقه ديال ايست اند. لقاوها مقتوله في الحي الصناعي اللي كان سميتو وايت شابل اللي في الاخر غيولي معروف بزاف في العالم كامل. الجريمه الاولى ديال جاك ليفونتور ما تابوش لها البوليس، ما عطاوها حتى شي اهميه، جاو سيغ بلاس وداروا ضد واحد مجهول وسدوا الدوسي. علاش؟ حيت هذاك الكارتي وايت شابل اللي كان جا في الايست اند هو واحد الكارتي فيه الدعاره بزاف وفيه بزاف ديال لي بار، ودونك ديما تيطراو فيه المشاكل والصداعات، والبوليس هذيك الساعه ما عندهمش الوقت باش يصدعوا راسهم على بين على الشمكاره بعضياتهم. دونك فيما كانت تيطرا شي مشكله في هذاك الكارتي تيسدوا الدوسي وتيكلوتيرو لونكي. سيمانه من بعد هذه الجريمه النكراء، مرا اخرى سميتها اني شابمن لقاوها مقتوله تقريبا في نفس البلاصه اللي تقتلت فيها الضحيه الاولى. حتى هي كانت مقتوله بنفس الطريقه بواحد الموس كبير ومحلوله كرشه بواحد الطريقه وحشيه. كما قلت لكم في الاول البوليس ما عطاهاش اهميه للجريمه الاولى، ولكن هذه المره بداو تيتسائلوا واش كاين شي تيورون سيري في لي باراج. وفي هذيك الوقيته الاخوان في لندن الجورنالات ولاو تيتقراو، حيت افون كانوا الناس اللي لاباس عليهم اللي تيقدو يشرو جورنال. ولكن طرات هاد القضيه ديال جاك ليفونتور ولاو بزاف ديال لي جورنو تيخرجوا بزاف ديال لي تيراج
شي عشرات المرات ديال المبيعات اللي كانوا تيبيعوا افون وتيبيعوا بثمن صغير باش كلشي يقدر يقرا الجورنال. دونك الفقراء ولاو حتى هما تيقراو الجورنال، وبزاف لي جورنال ولاو تيقلبوا على البوز، وميم تكونوا دي جورنال سبيسيالمون على هذه القضيه ديال جاك ليفونتور، بحال بوليس نيوز اللي كان مهتم بهذه القضيه هذه، وكان تيخرج كل تيراج كل سيمانه بصور وتيسرد القصه كامله. دونك كلهم الناس ولاو تيقراو هذا الجورنال، ولات الصحافه رجعت هذه المشكله مشكله راي عام في الانجليز كامله، وخاص يلقى ليه الحل. السفاح جاك ليفونتور كما سماوه لي جورنو عاق بلا الصحافه ولات عندها واحد السلطه في ترويض الراي العام، وباش يزيد يتشهر ويرعب الناس صيفط لهم واحد الرساله في 25 سبتمبر 1888 مكتوبه بالاحمر، يعني مكتوبه بالدم ديال الضحيه من الضحايا ديالو. هذاك السفاح جاك ليفونتور ما كانش يقتل غير كبول بليزير، هو كما كانوا تيديروا هذوك لي تيون سيري كاملين اللي دازوا قبل منه، هو كان تيقلب يلعب واحد اللعبه مع الصحافه ومع البوليس. داير في هذيك البرا اللي كان صيفط لهم اللي كانت مكتوبه بالدم كاتب فيها بلا نتوما ما دايرينش خدمتكم مزيان، وانايا ما غاديش تمنعونيش باش ندير خدمتي، خدمته هي يدي قتل عباد الله. وداير كتب لهم وعدهم قال لهم الضحيه الجديده اللي غادي نلقى غنحيد لها ودنها وغنصيفطها لكم في البوست ديال البوليس. دونك كانت هذه لا ديكلاراسيون ديالو ديال البرا اللي كتبها بالاحمر. ثلاث ايام بعد هذه الرساله السلطات لقاو جوج مراوات ميتين، والغريب في الامر ماتوا بيناتهم 15 دقيقه. والغد ليه جاك ليفونتور صيفط واحد الرساله جديده للصحافه مكتوبه حتى هي بالدم ومسيني فيها بالاسم ديالو، تقول فيها بانه فرحان بزاف بهاد لو دوبل مورت، ولكن الفرحه ما كملاتش حيت ما بقاش ليه الوقت باش يقطع هذوك جوج ودنين اللي وعد بهم البوليس. من بعد هذيك الرساله اللي صيفط الصحافه جاك ليفونتور ولا تيقتل بريسك يوميا كل نهار تيدير ضحيه، وهذا تيعني بلا ولا واحد الانسان تيخف راسو وسيرتو تيستهزا من البوليس اللي هما تيقلبوا عليه، يعني قال لهم بغيتوا الجوتات غادي نعطيكم الجوتات. ووصل واحد الهدف ديالو اللي كان تيقلب عليه من الاول، هو يدخل التاريخ من الباب ديالو العريض ويدير واحد الرعب والخوف في الساكنه ديال لندن كامله، وكلهم هاد الجرائم اللي داروا البوليس ما قدرش يشدوه خلاوه يولي هذاك لي غو اللي تيهضروا عليه الصحافه يوميا. جاك ليفونتور وصل للعالميه، كلهم الصحافه تيدعوا عليه ديال لاميريك دي سود ديال لاميريك باغ اكزومبل، لو جورنال في امريكان تيدعوا عليه، في المكسيك واوروبا كلها تدوي على الموضوع ديال لو تيور اون سيري جاك ليفونتور. هاد الزوبعه الصحفيه تسبت واحد الغضبه ملكيه ديال لاغين فيكتوريا اللي هذيك الساعه كانت ديما بغات تبقى بعيده على هذا المشكل وعمرها ما عطات حتى شي تصريح، ومن تماك تقلقات بزاف ملي شافت العالم كامل تيهضر على هاد جاك ليفونتور. مشات عند لابوليس مينيسيبال تاع وايت شابل وقالت لهم بالله حيدت لهم الدوسي والقضيه وعطاتها لسكوتلاند يارد. سكوتلاند يارد هي واحد الفئه ديال البوليس بحال البوليس ديالنا ديال الرباط، تيقول لك صيفطوا لي شي واحد من الرباط، دونك واحد الفئه مدربه وتتعرف دير لي زونكيت تخوض لي زونكيت بحال هادو اللي كيسون كومبليكي. دونك الاخوان سكونت لا ديار شدات لافير لا بروميير دي شوز، مشاو جمعوا 2000 بوشي و 2000 جراح. علاش لي بوشي والجراح؟ حيت جاك ليفونتور كان يستعمل واحد الالات حاده و تيعرف يستعملها، بين البروفيسيوناليزم ديالو اللي كان تيقطع الكارش و تيخرج هذوك لي بوايو. دونك هاد سكوتلانديا قالوا بالله بغا يكون اما بوشي واما راح طبيب جراح، وبين قوسين الجراحه في هذيك الساعه في لي زاني 1800 كانوا تيستعملوا نفس الادوات اللي تيستعملوا بها لي بوشي، وي الا كانوا يديروا عمليه جراحيه تيستعملوا جنويه بحال لي بوشي. دونك سكوتلانديا استنطقوا واحد 2000 بوشي وطبيب، بتاتر كان قد يكون منهم داك جاك ليفونتور حيت ما كانت حتى شي دليل عليه، وما لقاو حتى شي واحد فيه هاد المواصفات ديال هاد لو تيور اون سيري. دونك ما يستعملوا واحد الوسائل الثانيه، طلبوا من الناس حيت ديما لا تطرا شي جريمه ولا بدا تيكون شي واحد شاهد عليها، وسيرتو في هذاك الكارتي وايت شابل كما قلت لكم في الاول واحد الشارع عامر بالاكتظاظ السكني، دونك ما يمكنش واخا كاين هذاك لابغوم هذيك الضبابه ما يمكنش شي واحد ما يشوف شي حاجه. دونك ما يبداو يعطيو للناس دي بروسبكتوس يقول ملي شاف شي حاجه يعيطنا في هذه النمره هذه ولا يجي عندنا البوست ديال البوليس. ومن الغد اللي نطلبوا من لا بوبولاسيون تعاونهم، ولاو تيجيهم الوفات تاع الرسائل وبزاف الناس تيجيو، بعض المرات تيقول لك انا شفت جاك ليفونتور طويل وعنده موستاش، واحد تيقول لهم قصير وغليظ. دونك البوليس تشابكات عليهم القضيه حيت كل واحد تيعطيهم واحد لا ديسكريبسيون ديفيرونت على لي زوتر. وبالنسبه للوراقي جاهم بزاف ديال لي ليتر ديال دينونسياسيون،
شي وحدين قالوا بلا شافوش عارفين شكون هو جاك ليفونتخور. هذيك الساعه شكون اللي كانوا تثبت لهم الاصابع الاتهام؟ هما لي جويف لي زيرلندي. حتى ملي كانوا جاو بزاف لي جويف لي زيرلندي لانجلتير، وهذوك الناس اللي كانوا ساكنين تماك ما حاملينهمش حتى يخدموا لهم الخدامي ديالهم وداك الشيء. دونك كلهم هذوك الرسائل اللي كانت جات لسكوتلانديا كانوا ديليت دي دينونسياسيون على هذوك يا اما لي جويف ويا اما لي زيرلندي. بقات الاخوان لونكيت حتى 9 نوفمبر، ومن تماك بدا الدوسي تيتسد ابارتي دو 9 نوفمبر. غيتسد من بعد، ولكن هذيك هي لا دات اللي غيتسد فيها الدوسي ديال جاك ليفونتخور. علاش؟ حيت ماشي شدوه، حيت جاك ليفونتخور ديسيدا ما يبقاش يقتل. وكما عارفين البوليس ما يقدوش يشدو شي واحد لما كانوش عندهم دي بروف. وهذيك الساعه جاك لي ديجا ما كانوش عندهم حتى شي بروف على هذوك الضحايا اللي ماتوا افون. دونك كانوا تيتسناو يدير شي غلطه ويقتل باش يشدوه. ولكن جاك ليفونتخور ديسيدا في هذاك الوقت غبر من لندن، ما بقى حتى واحد ما بقاتش ترى حتى شي كريم اللي متشابه مع هذوك لي كريم اللي كان تيدير. وتماك تسد الدوسي تاع جاك ليفونتخور الى ويمنا هذا. الاخوان نتمنى تكون هذه القصه الصغيره عجبتكم. لا عجبتكم ديروا لنا امتي لايك وتابعونا في القناه، ونخليكم حتى المره الجايه مع قصه جديده مع بيل كافين. والسلامه.